للمشاهدين كما ترين في عدسة الزميل هشام العراوي الوزير سيزار أبي خليل حضر باكرا إلى قلم الاقتراع في بلدة ليبل وأدلى بصوته، ونحن تحديدا في دائرة الشوق عليها قضاء علي، حيث الوزير سيزار أبي خليل هو مرشح عن قضاء علي، حيث يضم هذا القضاء 5 مقاعد من ضمن 13 مقعد في دائرة الشوق. وعلي معالي الوزير، هل ملتزم الصمت؟ اليوم صمت إعلامي، اليوم نهار صمت إعلامي، وبالتالي ما في ولا أي تصريحات.